عليكم. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أقول لكم كل عام أنتم بخير، وفي بعض الفوائد النفسية من شهر رمضان المبارك حقول لكم إياها الآن. عندنا في علم النفس اسمه تأجيل إشباع الحاجات، أن الواحد يقدر يأجل إشباع حاجاته إلى وقت آخر، وهذا الشيء ينمو عندنا كثير في شهر رمضان وينمي عندنا ثقة بالنفس. واحد يقول يا الله أنا ما أقدر أترك الشاهي أو ما أقدر أترك القهوة، أنا متعود على نسبة كافيين معينة في جسمي، ولكن في شهر رمضان المبارك حيتركها وحيتعود على ذلك. مجرد ما أن الشخص يستطيع أن يؤجل إشباع حاجاته مثل الأكل والشرب وغيرها، فهنا حيصير عنده ضبط ذاتي أكثر وحتزيد عنده ثقة بالنفس. الفوائد النفسية والاجتماعية لشهر رمضان المبارك أنه ينمي عندنا مهارات التواصل الاجتماعي والقدرة على التواصل مع الآخرين، والمباركة لهم بشهر رمضان المبارك. رمضان مبارك مفيد جدا للأشخاص اللي عندهم خجل اجتماعي أو رهاب اجتماعي، سوشال فوبيا أو غيرها. ليه؟ لأن حيضطر يتواصل مع الآخرين، تلقى مثلا أقارب يدقون يباركون له أو يرسلون له في مثلا قبل حلول شهر رمضان المبارك أو العشر الأواخر أو العيد، وبالتالي حيضطر أنه يتواصل معاهم، وبالتالي حتنمي عنده مهارات التواصل. الفوائد النفسية لشهر رمضان المبارك أنه يريح النفس ويزيد الصحة النفسية عند الفرد من خلال عدة أمور، وأهمها العطاء. العطاء ببساطة هو مساعدة الآخرين مثل الصدقات والزكوات وغيرها، وهذه الأشياء تكثر بشهر رمضان المبارك، وبالتالي تساعد الفرد على الصحة النفسية. رمضان المبارك ينمي لدينا أيضا التفكير الإيجابي positive thinking، فالشخص دائما يفكر في الأشياء الكويسة ويحاول يقوم بها ويتجنب الأشياء السلبية. الأشياء الإيجابية اللي تنميها بشهر رمضان زي الصدقات، العبادات، الاستغفار، الصلوات، الإكثار من الدعاء والذكر، وهذه كلها أشياء إيجابية حتنمي عندك التفكير. أن الصوم مفيد جدا للجسم للصحة الجسمية، وبالتالي فالعقل السليم بالجسم السليم. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بخير، فمان الله.